طيب مو الأصول إنه نروح لعندكم على البيت ونطلبك من هني؟ لك يا حبيبي، بيتنا كان مأجر وبيت أهلي بحمص، مو معقول تطلع أنت وأهلك على حمص. بعدين نحن هلأ ببيتنا عم نعمل هيك ديكورات، مو قلت لك هو دوبليكس وكبير، يعني بده وقت كتير كتير. لكن ليش أنا مستأجرة وقاعدة بالأجار؟ مو شان شغلي؟ أيوة فهمت عليكي. اليوم على الساعة 7 بتجيب أهلك، أخوك وأمك يعني، وبتجوا بتطلبوني هيك بقعدة مطعم عشا راقية يعني. بمطعم؟ لك ايه بمطعم حلوة قاعدة راقية هيك، منقعد ومنحكي وبتطلبوني بشكل رسمي. عم قلك بيتنا عم يتدوكر، عم نرممه يعني، دوبليكس بياخد وقت كتير. ما بعرف بس يمكن أخي قصي ما يوافق. ليش أخوك اللي بده يتجوز يا بعدي ولا أنت؟ شو هالحكي؟ ساعة بدي أسأل أمي، ساعة بدي أسأل أخي، يي شو هالقصة؟ رجال أنت ولا مو رجال؟ ليك أحمد، أنا ما بحب الرجال التشتوش تبع بده يسمع كلمة أمه ويسمع كلمة أخوه. ما لك كلمة بيبي؟ شو عم تحكي أنت؟ أنا رجال وقت حالي، وأنت بتعرفي هذا الشيء. أي ممتاز، معناتها اليوم على الساعة 7 حبيبي. الـ7؟ أعطيني عنوان بيت أخوك. عنوان بيت أخي؟ وشو بدك بعنوان بيت أخي؟ ضروري؟ أي طبعاً ضروري. طيب خلص هلأ بحكي مع أخي قصي مشان يخبره لك. من شوي كنت عم تقلي انك رجال، شو من شان؟ ما بتموت تعطيني عنوان بيت اخوك؟ اسمعوا على السما. لك شو هالحكي اللي عم تحكيها؟ قال ما بمون انا اللي بمون. اي هاتوا للعنوان، خليني روح اعمل لها سربرايز لسلفتي. طيب ماشي، بس ايمن بدك تروحي؟ هلا بشوف، يا اليوم يا بكره، على الاكيد. هلا يميني من هالحكي كلياته. دخيل جمالك، شلونك اليوم؟ ميرسي. يا عمري أخي، الجماعة عندهم ظرف وما بيقدروا يستقبلونا ببيتهم. هات فهمنا شو هالظرف أنا وعبدو، بدنا نفهم. عم نسمع دكتور، تفضل. طول بالك عبدو. شباب أخي، هدول كان عندهم بيت بالميدان وعم يدوكروا لأنه كانوا مأجرينه، وشكلهم بدهم يجوا من حمص منشان يستقروا. أيوه أيوه، والله أخوك بيده حقه. إذا أنا عم بحكي غلط، هاي أبو عبدو، إذا جماعة مكركبة أموره، نستنى شوي، مانا مستعجلين. والله يا أخوك عم يحكي مدوزن، عم يحكي مدوزن. أبو عبدو هلا أنا مشان شو جايبك لهون؟ مشان تكون صلحة أنا. خلصنا بقى. شرف ستوري. أخي أنا مستعجل، بدي حل هالقصص كلياتها. على شو مستعجل؟ على شو؟ على النكد؟ على وجع الراس؟ قل له أبو عبدو. وينك معلم؟ الله وكيلك للجلطة وحدة بوحدة، ما كثير بنصحك يعني. إيه علينا على القصة. أبو عبدو خليك محضر خير. يلا فيدي يلا. أنا شو بعمل لك أخي إذا أنت عاطي وش لرولا؟ شو بعمل لك؟ والله أخوك عم يحكي حق. هلأ أنا عاطي وش لرولا؟ رجال أنت، لك إذا على بيتها ما بدها تستضيفنا، شلون لبعدين؟ والله يا أخي أحمد، أخوك عم يحكي مدوزن. أنا طيب أصلا أنت مع مين؟ ولا معي؟ الصلحة أنا الصلحة وفضل فيه. أخي أنا طولت بالي كتير، إذا ما بدك تروح معي أنا رايح أطلبها لحالي. والله يا أخوك على حق. مجنون بيعملها؟ مجنون مو مجنون، أنا حجز الطاولة بالمطعم منشان يجوا أهلها ونطلبها. كمان أخوك على حق. لك ليك هالحكي أبو عبدو؟ بدنا نروح نطلبها قال بالمطعم. لك شلون هيك شلون؟ بعدين شلون أنت بتحجز طاولة؟ ليش مو بيت لحماك كنا بيعزوا؟ والله أخوك عم يحكي مدوزن. أبو عبدو هاي أنت غلط فيها. هلا بقلك ليه. لك يا أخي منشان قيمتك ومركزك واهتمامك ما حلو يعني. والله يا أخوك على حق. يا أخي هالجوازة ما عجبتني. والله يا أخوك عم يحكي بدوزنها. أبو عبدو. أيوة أبو عبدو، أنت شو عم تعمل هون؟ سعيد أنت شو عم تسوي؟ والله شابو سادة لمحلوة. أنا ما بعرف. يلا حاضر حاضر صوصة. شو أخي خلصني. شي كتير طيب هالبتيفور. بتيفور هاد ولا معمور؟ شو ها؟ كتير 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 طيب. صحة وهنا. على قلبك تقبشيني. ليكي أنا كتير كتير حبيتك، أنت حبيتيني؟
ايه طبعا حبيتك لكن يا سلام معناتها كتير كتير رح نتفاهم مع بعض، واليوم كتير كتير ضروري وجودك. اصحك ما تجي مع قصي لانه اليوم احمد رح يطلبني بشكل رسمي، يعني عرفتي كيف؟ وبكره بس اسكن عند حماتي، يعني حماتك. بنصير هيك بنروح وبنجي بنزور بعضنا، يعني يوم عندي يوم عندك. إيه لكن اكيد بنصير رفقات واعز. لكن كلي كلي معمول كتير طيب. ولي تقبشيني. ولي شو هاد؟ هلا هي بدها تصير سلفتي وبدها يعني تصير رفيقتها؟ امبوسيبل، ومن سابع الامبوسيبلات. نيون قريضة، وليش هيك مأنزعة وشايفة حالها؟ يعني فكرة حالها كتير حلوة يعني؟ إيه لولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي، ما في أحلى من الطبيعي. عجن بيبي عجن، شي مو معقول اللي صار اليوم. لا وشو سايرناه لأحمد وطلبنا له إياها بقعدة عشاء، يا محلى الجوازة عالنت. عن جد معك حق فعلا، شو هالروحة؟ أنا ما بصدق لك، يخرب بيتهم كيف صاروا يطلبوا مثل اللي مو شايفين شي بحياتهم. أنا بحياتي ما مرق علي هيك عالم. ما عم صدق ما عم صدق أخي، ناسب هيك ناس؟ ما عم صدق بالله. ايه شو فكرك حبيبي؟ كل العالم تتجوز مثل جوازتك؟ ما فهمت. يعني بدك اخوك يتجوز وحدة مثل هيك حلوة واكابر بتعلم وناس ومثقفة؟ ايه مستحيل، انا في مني وحدة بس ما في اثنين. ايه دخيل اللي واثق من نفسه انا. بيبي اكيد طبعا انا واثقة من حالي ومن جمالي، لكن مو مثل هي. يخرب بيتها شو شرشوحة يلي بدها تصير سلفتي، انا ما عم بتخيل كيف بدها تصير سلفتي. شو هاد؟ وين هي وين انا؟ وين أهلي وين أهلها؟ وين رايح؟ عم بحكي معك. بدي نام. شو العالم شرى شي حي؟ أنا بحياتي بقى ما قعدت مع عالم هيك فجعاني. يا حرام يا أحمد على هالخبصة اللي خبصتها. يي ونسيت قلك. بس عن جد هاد النهار كتير حلو، كلياته مفاجأة. عشو نريح على الشيرتون ومدري شو آخر شي بيقفلوا هو وعروسته بالبيت؟ لا شو؟ قال أبوها بيبني بنايات ومحاضر وفلل. ايه وشون هالوش؟ يلا المهم ماما ما اجت، كانت فتحتنا. روحي مو هون المشكلة، المشكلة قال هنين ما لقوا صالة يحزوا فيها وما في غرف بالأوتيل. ايه ماما كانت رح تنجلط وبنفاتت وشافتهم. خلص روحي شيليني من هالعرس بقى، أنا كتير تعبان ولازم روح نام لأنه اليوم كتير كان صعب. يي مو قدي أنا اللي تعبانة، بس بتعرف شو قصاي؟ أنا كنت كتير مبسوطة بهالعرس، كنت مصدر اهتمام الكل، ما حدا عبر للعروس، كلياتهم صاروا يطلعوا فيه معجبين فيه، يعني الواحد يحكي كلمة حق. أنا كنت أحلى وحدة وأشيك وحدة وألز وحدة، مو هيك بيبي؟ هيك بيبي. بيبي وين رحت؟ عم بحكي معك. بدلني أحلى من الكل. جوزنا وطلبنا الستر، كان هدفي العيلي والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. جوزنا وهديت الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص خباية وشي مو محسوب. جوزنا وطلبت الستر، كان هدفي